طيب السلام عليكم، صباح الخير. اللي راح يكون عندنا حاجة مختلفة، حابب أتكلم عن حاجة عن الموضوع بتاع القراية. إنه يا أخي الناس اللي بتقرأ كتب من خلال الحين، أنا شايفها زمان كنت لا من كنت أمشي بشوف مثلا اسمه إنه بيل جيتس مثلا، كل مرة بقوم بينزل الكتب اللي هو قراها، وبقوم بتحمس إنه الكتب ظابط والغلاف بتاعه ظابط، وأنا حقوم أنزله وأقراه. وبعد ذاك أمشي أشوف best books or like best reader for the month for example، من الكتاب من الموقع بتاع جود ريدر ولا امازون كده، بكون متحمس انه كنت اقرا، بقوم بقرا اي 3 صفحات 5 صفحات 10 صفحات وبكسر الحنك بعد ذلك. ففي يوم من الايام كنت محتاج اني اقوم اقرا لي عن حاجه معينه، فقمت نزلت كتاب عنها. الكتاب تقريبا انا خلصته في 3 ايام لسبب ان انا كنت محتاج فعلا اني اقرا الحاجه دي. فجيت بعد ذلك انه انا بقرا الكتب اللي انا بكون شايف ان الناس حابين انه يقروها، لكن ما بقرا الكتب انا فعلا محتاجها. فالحاجة دي حب يعني الحاجة دي غيرت في انه بقيت كل ما اكون داير اقرا لي حاجة بشوف الحاجة انا حاسس محتاجة هي شنو. طيب دي مقدمة لانه انا حابب اني اقول انه انا داير ابدا موضوع بتاع نادي القراءة، لكن نادي القراءة حيكون بيز على الحاجة اللي انا حابب اقراها والناس اللي حابين انه يعني يواصلوا قراية فيها اللي هم حابين. طيب عشان اوريكم حابب اقرا شنو والمشكلة اصلا شنو. طيب المشكلة كالاتي، انه انا بعد لي صفحة في او بقى يعني بديت مشروع اسمه كود سودان، اللي هو الغرض منه هو تدريب للمبرمجين. هنا المشكلة في الصفحة انه اللي احنا بدينا اول حاجة الفيرست يعني كانوا 500، ثاني بعد ذاك بقوا 1000 الحاجة دي في اسبوع واحد، بعد ذاك 1500 وصلناها تقريبا في زي شهرين. فجيت انه في مشكلة كبيرة في السوشيال ميديا حقنا. المشكلة انه انا ما قادر احس ادفع لك زول قروش عشان يقوم يشغلني في الموضوع بتاع السوشيال ميديا، لكن حابب انا اشتغله براي. ففتشت في انه الكتب اللي ممكن تساعدني في الحاجة دي، الكتاب افضل كتاب لقيته حتى الان اسمه 1 مليون فلوورز. الكتاب الزول اللي كاتبه هو كان عنده تجربة، اللي هو قال انه هو ده يصل من واحد او من زيرو لحد مليون فلوورز في 30 يوم في فيسبوك ولا تويتر ما متأكد. فهو يعني وصل التارجت بتاعه، وصل الهدف بتاعه، وبعد ذاك عمل في انستغرام انه يوصل من زيرو لحد مليون في 14 يوم. فده الكتاب، حاخد التفاصيل بتاعته اذا في اي زول داير يحمله. انا فتشت كتير شديد عشان اقدر احمل الكتاب، يعني تقريبا يومين ما فتشت عشان اقدر احمل الكتاب بس. فحنزل الرابط بتاع الكتاب اذا في اي زول حابب انه يبدا يقراه ان شاء الله بعد 10 ايام حانتهي ان شاء الله، يعني بعد 10 ايام زي يكون انتهى من الكتاب، وبنزل فيديو عن الريفيو بالنسبه للكتاب. وشكرا جزيلا.